معانا على التليفون المنتج الكبير طارق الجنايني. ازيك يا طارق؟ اهلا اهلا، ازيك يا استاذ يوسف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، كله زي بقى انا الفل بقول على الحمد الهوا لله. طارق الجنايني وصديقنا وصاحبنا، فقلت له يا استاذ يوسف، فقلت ايه ده هيمشيها رسمي. حاضر يا استاذ طارق، لا اخبارك ربنا ايه؟ يخليك. الحمد لله كله يا تمام، رب تكون الحمد بخير. لله الحمد لله، ايه ربنا الاجتماع اللي يخليك. حصل؟ احنا ده تاني اجتماع نجتمع كلجنه يعني من اتحاد المنتجين مع دكتور اشرف زكي ومع استاذ مسعد فوده. نفس الكلام اللي احنا شغالين عليه الفتره دي، ان احنا بنشوف الطرق، احسن طرق ان احنا نناقش بيها المشاكل اللي موجوده في الصناعه، وازاي ان احنا نقدر نحافظ على المكتسبات اللي صناعه الدراما بالذات يعني مكتسباها في خلال السنين اللي فاتت. عظيم. طيب يجي السؤال، في رأيكم ايه هي المكتسبات اللي نقدر نقول ايوه احنا كسبنا ده خلال الكام سنة اللي فاتوا من ورا تعاوننا المشترك، وانه لدينا بعض المعوقات عاوزين نشتغل كلنا عليها على انه يتم تذليل هذه المعوقات وبالتالي تستمر العملية الانتاجية دراميا حتى في مسار اكثر اثمارا؟ يعني سؤال مهم جدا. هو بالظبط احنا اللي حصل ان احنا جينا من فترة وابتدينا ان احنا نجتمع كمنتجين، لانه صناعه المحتوى الدرامي عموما صناعه مهمه جدا، وصناعه بتفيد البلد بشكل كبير جدا، وبالذات ان الدوله المصريه طول عمرها الحمد لله عندها رياده طبعا كبيره في الموضوع ده. ففكره انه تنظيم العمليه الانتاجيه زي اي صناعه موجوده في البلد، ده كان شيء كنا فاقدينه بقى لنا فتره. فهو الفكره ان احنا دلوقتي بنحاول ان احنا ننسق ما بيننا وما بين بعض، زي ما بيقولوا بره يعني فور ذا جود اوف ذا جيم، يعني ان علشان نقدر انه العمليه دي تفضل مستمره ويفضل عندنا الرياده بتاعتنا ويفضل عندنا المنافسه اللي بنقدر ان احنا ننافس بيها الاعمال في كل المنطقه، لازم ان احنا نبقى بننسق مع بعض. طبعا ده اللي الحمد لله شغالين عليه الفترة اللي فاتت. كل جهة طبعا من ناحيتها بتبقى عندها اقتراحات، بيبقى عندها طلبات، بيبقى شايفين ان هم مثلا الحتة دي لو اتعملت ده ممكن يحسن الوضع العام اكتر شوية، فبنبقى شغالين من هذا المنطلق. عظيم جدا. وسو فار الحمد لله الامور ماشية بطريقة ايجابية جدا. وحقيقي برضو يعني احب جدا جدا اشكر الشركة المتحدة، لان هي اللي حركت معانا من الاول الموضوع ده، وهي برضو يعني راعية للاجتماعات اللي بنعملها بصوره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا في رايي ان هي تبقى مفيده جدا لكل القائمين على الشغلنا. يعني انا وصححني برضو، انا شايف انه هذه الاجتماعات، هذا التعاون المستمر ادى الى انه بعد مرحله كنا نشوف ان احنا بننتج لرمضان، اصبحنا دلوقتي بننتج لكل السنه. بدل ما كنا بننتج ال 30 حلقه بقينا بننتج خماسيات وسباعيات وما الى ذلك. بدل ما كنا بننتج بس للتلفزيون بقينا بننتج للتلفزيون والواتشت وهكذا. صح صح جدا جدا، لان هو الفيوينج هابتس عموما بتتغير، الطريقه اللي المشاهد بيتفرج فيها بتتغير. فاحنا لازم لو احنا مش مواكبين لنوع التغير ده، لو احنا النهارده يعني احنا الحمد لله الحمد لله مصر بلد محظوظه جدا بالمواهب الكبيره قوي اللي موجوده فيها، سواء من فنانين، من مخرجين، من حتى الفنيين، من مديرين تصوير، من مهندسين صوت، من مونترين، كله يعني مش هنسى قطاع فيهم يعني، بس كله ناس حقيقي موهوبه جدا. اللي حصل في السنين اللي فاتت انه يمكن مثلا انه كان بيبقى في اوقات مثلا مخرجين من مخرجين السينما متعودين على نوع مشاريع بطريقه معينه بحجم معين او كده، فلما كنت تيجي مثلا تتكلم معاه على مسلسل 30 حلقه كان يقلق، كان يحس ان الموضوع هيبقى كبير او هياخد مده طويله او بتاع. فلما بتيجي ده تتكلم معاه دلوقتي على مسلسل 8 حلقات او 10 حلقات، ده بالنسبه له كانه بيعمل فيلمين، فده بالنسبه له مغري اكتر ان هو يقدر يخش، وبيديك نوع كواليتي برضو مهمه جدا. وفي ظل التنافس العالمي اللي بقى موجود دلوقتي، لان انت النهارده بقيت بتعمل اعمال عادي بقى بينزل عليها ترجمه وبينزل عليها سبتايتلنج وممكن ان هي تتشاف في اي دوله في العالم، فمهم قوي ان انت ما تقلش عن ايوه اللي موجود حواليك. طب ده هيخليني يمكن اسالك سؤال واستاذن انه يكون ده السؤال الاخير لو ما طلعش في دماغي سؤال كمان طبعا. بس انه
ودي شهاده حق يعني. طارق الجنايني من مش بس من اكبر المنتجين، بس هو من اكتر المنتجين اللي دايما عندهم استعداد للمغامره والتجديد. وهنا هفكر معاك بصوت عالي، هل ممكن تحصل مناقشة أو بالفعل حصلت المناقشة على مسألة الإنتاجات المشتركة؟ يبقى معايا المتحدة وطبعا معايا كثير من المنتجين، ده بيحصل، بس كمان نبدأ بقى نشتغل على إيه؟ طب ما تيجوا ننتج إحنا كلنا زائد واتشت مع مثلا واحدة من المنصات الدولية، فيبقى المنتج الدرامي بتاعي متواجد بشكل أكثر كثافة طالما أصبح إنتاج مشترك ودخلت معاه منصة مش عارف إيه. فساعتها هنزل بقى بالسبتايتلز بتاعتي، وهنزل كمان بالدوبلاج او بالدوبنج بتاعي الى اخره، وابقى موجود في كل حته في العالم، مش بس في مصر، مش بس في اقليم الشرق الاوسط او المنطقه العربيه. هل احنا داخلين على ده ولا لسه؟ ده اكيد هيحصل، بس ده بتمشي فيه على حسب المشروع هو اللي بيسوقك. يعني انت النهارده علشان نعمل اللي انت بتقوله ده طبعا فكر سليم مليار في المية، بس لازم يكون في نوع المشروع اللي محتاج هذا النوع من التوافق، لان انت النهارده برضو بيبقى في حاجات ليها علاقه بمنصه مش هتحب انها تعرض مثلا مع منصه تانية، او شركات الانتاج سهل انها تتعاون مع بعض. صحيح. ياما شاركنا وبتتعاون طبعا في اعمال بالظبط، انما الفكره بتبقى لو الموضوع هيسوقنا لكده، طبعا طبعا ده هيحصل وده وارد جدا، وده فكر موجود على الترابيزه. ما حصلش ان احنا جه المشروع اللي يودينا للحته دي، بس انا تخيلي ان ده هيبقى بيحصل في خلال سنتين ثلاثه بالكتير. يعني خلوها اسرع من كده يا طارق على قد ما تقدروا. عايزين نشوف دوكيومنتريز بتاعتنا موجوده، مش عارف ايه، عايز اشوف مسلسلات اجتماعيه زي ما بشوف حاجات. انا بقيت بتفرج على حاجات بولندي يا طارق وانا ما بعرفش بولندي والله. لسه بس كنت مستمتع بتكلم مع احمد اخويا في الحكايه دي، بقول له احمد عمرك كنت متخيل من كام سنة ان انت تبقى تتفرج على مسلسل كوري او أيوة. اسباني او بتاع، ده كان مستحيل. بس بقى في جملة بره دلوقتي كده بيقول لك لوكال از ذا نيو انترناشونال. بالظبط كده، انت لو عملت موضوع لوكال، موضوع حلو ومعمول بحرفية حلوة، وفي مسلسلات كتير قوي على فكرة اتعملت في مصر لو نزل عليها سب تايتل تتشاف في العالم كله طبعا، لان المواضيع بتاعتها يونيفرسال، ينفع ان هي تتشاف باي صورة هتتفهم وهتتحس، والحرفية اللي هي معمولة بيها طبعا ما تقلش عن أي حد شغال بره. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 المنتج الكبير طارق الجنايني.